السلام عليكم اخوتي، كنبلغوا التحيه ديالنا لجميع اخواتنا المغاربه داخل المغرب وخارج المغرب، حتى اخواتنا الجاليه المغربيه اللي موجوده بالخارج كنبلغوا التحيه من هذه المباراه. وانتم عارفين اخوتي فين خلينا القصه ديالنا من داونا ديك الشجن ديال وزان، اقبح شجن اخوتي، اقبح شجن ديال العقوبات هي وزان، خطير، غندوزو فيه واحد العذاب واحد الالم في هذا الشجن، هذا اخطر ما يمكن هو هاد الحبس ديال وزان. مني فرشوا لي الدراري وبات ديك الليله معاهم وتعشينا وكلينا وتكيفنا وتحششنا وقصرنا حتى صباح الحال، نعست حتى صباح الحال اخوتي، مني فيق جبرت راسي في الدار. انا قلتكم الحبس صغير وبنادم عنده الحبس كتير، الحبس بزاف والحبس صغير، كلشي داخل في جواه عاد بويتات دايرين هيدايا، والمسؤولين الا دخلوا كيتوهوا كلشي قدامه، كاين شي تيساع ولا كيف يتخبى ولا كاين شي حاجه، كلشي قريب. وهداك اخوتي شي حاجه نقول لكم، فطرت وخرجت عملت واحد الدوره، جبرت ديك الشيء كيخلع اخوتي، هذيك البويتات دايرين بحال شي اوتيلات كنعرفهم في المدينه ديال تطوان، ديك الديور قدامين هما بحال هداك، ها واحد بنانه في الوسط اخوتي هدايا مدريه طايله بحال مضروبه، والناس كدور هدايا موراها ودويره وصافي، ما كاينش زعما ما كاين لا كور بحال الناس، لا كاين لا باتيوس لا في الاطلاق، عايدك كيدورو قدام ديك الشنابر هاديك وكيدخل الكرطونه ديالو صافي، كل بويتق ديالو قدام واحد، كل شحال عايش فيه 200 الناس ما كاملينش، كلشي عقوبه، الحبس 200 الناس ما كاملينش، ناقصين شي 3 الناس، كلشي عقوبه، جد النساء جد البنات واحد العيل صغير وباقي كلشي عقوبه في هاد الحبيس هذا، ماشي الحبس هذا على الحبيس، اقبح حبس كان في مدينة وزان، السجن ديال وزان أقبح حبس ديال العقوبة، قبيح بزاف، الناس تقتل راسك تما وما كاينش الجوع والنوع والبكي بلا دموع، وبنادم موت على خاطرك في هاد الحبس هذا، كنتي في شي حبس إشكال وكدا وهادي هنايا عائمة قبر، كون ميقن زربتي عاد تمشي للقبر أو شي منظر أو شي ديكور ما كونش عامل به البنتين في هاد مدينة وزان. وضربت معاهم واحد اليومين اخوتي اش عادي نعاود لكم، لا اله الا الله محمد رسول الله. واحد النهار كنسمع واحد الغوته، كانت موالي الوقت بداو داخلين كيجريو، شي واقع شي واقع، قال لك واحد الدراري برانيين ولاد مونتي بطبعتهم او ما بديك الشامبري مبركي الباب ما كاينش اللي يدخل وكيقطعوا في راسهم، ضاربين تما شي عام تقريبا مساكن وخصهم يمشيو بحالهم وما طرقوش منهم، والناس مزموته بالجوع في هذا الحبس، هذا الحبس عاد جوع وتماره، وإلا هضرتي ما كاين عز زرواطه كتشير، ما كاين على الهراوه والو، موالي الوقت بحال قد موالي الوقت قد مشجانه، ما عندكش فيه تبنبان ولا شي تيساع ولا شي كدا، ما عندك والو، عملتي هادو هادا عاد تجيب وسطهم ما كاينش بها العربيه، وديك الحبس هذاك إلا عملتي شي مشكل ولا كدا كيصردوك للراشدية الصحراء، العقوبه ديال وزان كيصردوك للصحراء. كاو لا كراد عندهم الا عملوا معاك مزيان كيصادوا بالصحراء، قتلوا قتيل بالدق تما الا ما متيشي اخر ساعه يصادوا من الصحراء. وانتم عارفين اخوتي بديت كنشوف هذا الشيء هذا، وبدا القلب ديالي كيطلع قلت صافي هنايا هنا يوقع لي شي مشكل، اولا غادي الله يحفظني نكمل على شي مشكل هنايا، اما واما اما الموت ولا الحياه، المهم عندي ما نعمل شي مصيبه معهم الله يستر، قلت مع نفسي هاد الناس هادو ما تخرجش معاهم بخير هايدا. وتما انتما كتعرفوا اخوتي كيعيط لي هذاك الثاني ديال المدير من النهار اللي جيت هو كيعيط لي، وراجل مريض كيعيطوا له قاسم السبع وفي الزهايمر، كيجلس البيرو ديالو داخل شي عنده واحد بيرو صغير، وكيبداو يجيو عنده شي جانا كيعيط لهم ديك تاع مقابلات صحاب بريات صحاب كذا، كيعمل هيدا اخوتي هيدا، وانسان كتعرف كيعيطوا له السي قاسم السبع، خطير كان في مدينه وزن والو ولو طير كما قالوا هذا، من تما خرجت والو طير، وكيعيط لبنادم بنادم كيكتب ما كاين لك خرجوا براوات، ما كتخرجش شكايه ما كتخرجش حتى حاجه، شي تكتب لوالديك وما كاين والو، ما كاين حتى حاجه ما كاين حتى حاجه، بنادم عنده تليفون كتهضر ديك شويه عندهم وفوق راسك كيسمعك اش كتقول، ديك الدقيقه ولا كدا كيسمعك اش كتقول، ما عندهمش تليفون واحد تما، ومني تبغي تهضر خصك يكون عندك الروسي لين كتعيط يعرفوا راسهم هما لمن كتعيط الدار ديالكم ولا كذا، داكشي محدود على عقوبه، ما عندهمش ديك التليفونات ديال ما حباك ولا تعيط لشي وحده او تعيط لشي واحد صاحبك ولا كذا، الا مشيتي عيطتي على شي واحد الوالدين ديالك تا
تكون روسي ويكون كذا وواقف لك فوق راسك وكيسمعك اش كتقول ومن تما اللي هي كتسالى داغيا ديك كتعم الطينطين كطاق لا غير صاي سالينا كتدخل في حالك فهمتي يا خوتي. ودي كنشوف هذا الاسلوب كامل ودي كنطلع ودي كنجسس على الحال شنو واقع وشنو كذا جبرتهم والو. المسجون المسجون هنا ما يتنفسش هنا المسجون كيموت هنا وعدد الناس عادي توفاو وهذا الشيء هذا اللي فيه 190 الناس هاد جوج الناس هادو اللي كيصلخو راسهم داوهم للطبيب صافي جا الوكيل زعما وجا كدا باش يعمل معاهم بحال يشوف يديهم بحالو داق اخوتي ما كاين والو. عاشو الطبيب خيطولهم عدلولهم كدا ضربو شي يومين ولا ثلاث ايام رجعوهم للحبس بإذن عا يديهم بحالهم من بلادهم داق اخوتي ما داوهمش من بلادهم هزوهم لحبس اخر. ملي بقينا كنبحثو عليهم منين هزوهم شي كيقول رشيديه شي كيقول تازا كلاش كيقول شي كيقول اسفي وديك الناس ماشي من ديك الاتجاه هذاك وداهم اتجاه بعيد على وزان عاود فهمتي. والتهديدات من داخل الحبس ديال المسؤولين هاد الراجل كيقول لك الصحراء ولو الطير والله منا ما تفلت والله ما خاصك في الرشيديه. الرشيديه كتعرف شنو الحبس الرشيديه اخوتي الهضره اللي كدور الحبس الرشيديه بنادم كينعس مع القارب ما الحيه الرمله اخوتي وشكون جابك موتي الله يعاون العونت قالوا عطوا عقرب او لو عطاتو حيه مشى مع الطريق الله يعاون العونت بحال ما كاين والو ما يحسبك حد وما يشوفش فيك حد وما عرفوش حتى شنو وقع لك. وهي هذه بقات اخوتي لا بيليه كدور خصني ضروري نخرج من هذا الحبس باي طريقه ونشوف شنو عاد بديت كنبحث على شي واحد ولا شي جوج نعمل حزب باش نشوف نهربوا من تما او نديروا مشكل كبير ضروري خصنا نخرجوا من هذا السجن هذا باي طريقه وباي ثمن. دبرت واحد جوج دراري وديك جوج دراري شحال نقول لك انا باقي كنجلس معاهم وكذا هذه وباقي ما فتحش معاهم كيفاش عادي نعملوا ولا كذا زعما كنتاودوا على الحبس قبيح والحبس خطير وكذا. وكاين واحد الولد مقصر احمد قاص معروف الولد باقي شاب وكذا عاو كيطير من الحيوط هذاك عاش معايا في طنجه وعندي فيه ثقه وكذا يقدر يصطام انا وياه. وكاين واحد الولد اخر من تطوان يقدر يصطام انا وياه وكيعرفني مزيان وكيعرف محمد دبيش حق ما يقدروش يعطيونا فرصه باش نكونوا مجموعين ولا نعملوا لهم شي حاجه علاش هذا الحبس هذا مراقب وكل واحد تقريبا كما كنقولوا كل واحد مراقب واحد مع شي لين هو كيتبونا مع بعضنا وكيوصلوا من بعضهم. رد بالك مع التطواني مع الطبيب ومع ديك القصري ومع فلان ومع فلان كيكونوا مع بعضهم وكيوصلنا انا هادشي هذا وكيعيط لي ديك الثاني المدير كيقول لي اسمع محمد اولدي هنا في وزان زعما بنادم عا يتعامل وكذا وهاديه بنادم ما يكونش زعما يجي واحد النهار وكذا بنادم يضرب 6 شهور ولا 8 شهور يمشي بحالو بدون مشاكل بدون هادي. المهم حسن السيره ديالو تكون مزيانه وحسن السلوك وعادي يرجعوها بحالو نقربوا المدينه من هو. كنقول له يا با قاسم وكذا حتى انا كنجلس معاه وكنتاود معاه مزيان وكنعمل معاه حسن المعامله وحسن كنتاود معاه المذاكره مزيانه ما عمري زعما ديك الراجل واخا كبير ما عمري خرجت معاه شي مشكل او شي حاجه ولا هضر لي كيقول كنقول له واخا با قاسم وماشي معاه داك الشيء دقه دقه. كتسمع اخوتي عا واحد الصباح كيصبح واحد الراجل كبير معانا في البيت مسكين عامل لاكريف راجل كبير وعا يعمل لاكريف وكتب لهم الورقه وجاو موراه تما بقاو كيهددوه وعمال هو كدا وما نعرفش منو هاديه وما عندوش مسكين فين يعملوا هزوه عملوه في واحد البيت شحال نقول لكم اخوتي والبيت معانا في وسط ديك وسط الدار عاود عملوه في واحد البيت مسكين وحيدوا له حوايجه وخلاوه في ديك البيت هو واحد القريه عاد الما بحال هدا شحال نقول لكم اضرب النار الاولي النار الثاني النار الثالث ما كملش معاهم اربع ايام كيديموا الامانه امانتو كيموت ديك الراجل كترون كيجي الواكيل كيجيو الروينه تما كتربش القضيه د هذا الراجل كبير وعنده ولاد وحتى هو مسكين الله يرحمه برحمه الله وتربجت القضيه وكذا وهادي وبدينا كنشوفوا شي معاملات ماشي وما هذوك داخل هذه المؤسسه وهذه المؤسسه خطيره قلنا لكم خطيره بزاف وزان كانت ديال العقوبه اداره السجون بنادم اللي ما كيطوعش في شي كيجيبوه نوزان ما طيحتيش في شي حبس اخر غيجيبوك نوزان تما عطيه. وهيداك اخوتي بقيت كنشوف شي مناظر وكذا اربعة الشبكات عايشين معانا تما حتى هما ما جايين بهم تأديبي العايد ختو ديال الدرقاوي العيساوي دوادلاو مصطفى الرندو ديال تطوان ومارتين وواحد الولد اخر من باب برد محمد ولد الغالي ديال باب برد معروفين هاد الناس هادوما اربعة بيهم تا هما شوف فين جابوهم ناس في شكال وخرج مشاكل لا مشاكل لا هادي لا والو حتى هما كانوا موجودين في وسط السجن ديال وزان وسجن صغير
وما عندوش بنادم شي فرصه، حابس ما فيه شي رياضه، ما فيه شي امكانيات، ما فيه شي دراسه، ما فيه والو، حابس ديال العقوبه، حابس معدن العقوبه، حبس معدن بنادم يزولوا له القلب ديالو تما، ويزولوا له الاحساس بالحياه، وما كاينش فيها خوتي شي حاجه تما، تموت على خاطرك. كنت كنبقى نضحك مع الدراري اللي ذكرهم بخير في هذا النهار هذا، كنقول لهم والدراري ملي كنتو ماشيين ترانسفير ما قريتوش واحد البلاكه، كيقولوا لي شنو بلاكه محمد، كنقول لهم ملي كتقرب من الحبس ديال الوزان ماشي واحد البلاكه كبيره تما، كيقول لي ما رديت بالها محمد، كيقول لهم ما شنو كتب فيها، كيقولوا لا ولا محمد، كنقول لهم موت على خاطرك شي وزن، موت على خاطرك اخوتي، حبس صغير بحال الدار وانت كتقطع والله ما كاين اللي يشوف فيك. وانا دابا ماشي عاد قطقة تما وكذا، وهادي خصني نضرب ديك الشهورة ونشوف الحل ديالهم واش بصح الهضرة ديالهم، وانا ما كنتيقش بالهضرة ديال المؤسسة زعما يهزوني، هادي ما كنتيقتي بها، هادي عاد كيرطبوا على بنادم ويبردوا على بنادم حتى يشوفوا شنو غيعملوا، يقدروا يصردوك مشيت ولو تخالي الدنيا هي، اما هو يعاونوك هادي كتجيني بالمستحيل انا باش يعاونك. هادي باش غيعاونوك يرجعوك لبلادك ولا يقربوك عند عائلتك، هادي الا ما كتمشي من اداره الشجون كيجيب لها ما كاين والو، من الاداره وتكون الناس تابعينها من برا وتكون عندها حتى هي كاين عندها الوساطه وعندها بزاف ما يتقلب هادشي بحال هذا، فهمتي اخوتي؟ هي هذيك واحد النهار ايام الله كيجيو عندي العائله، ضربت شهرين تقريبا تما، جاو عندي خوتي تما والعائله، عملت واحد الزياره غنقول لكم، ومحشين واحد بويتستيتو، حنا مع بعضنا ومدحسين. كريسي من هنا طويل بحال د الكنايز، وكريسي اخر كيوجد الناس من هنا ويوجد الناس من هنا، واحد طويله بالوسط كنتاودو مع بعضنا، ما شنو غنقول لكم ديك الحبس هذاك، لا اله الا الله محمد رسول الله، ما عمرك شفت ديك الشيء بشي حبس من غير حبس ديال وزان، صغير ومعذب والامكانيات ضعيفه، كتاكل تما كيعطيهم جوج الخبيزات صغارين ديال الزرع، تما جوج الخبيزات صغارين، وكيعطيهم ماكله شويه زعما نقيه شي شويه شويه، حتى انا قلت لكم 200 الناس ما كاملينش، كيجيبوا لهم تجديدات، كيعدلوا لهم كبته، كيعدلوا لهم كذا، بالحق اخوتي الحبس قبيح، الحبس قبيح وخطير، بنادم زعما ما نكذبش عليكم اخوتي، بنادم تموت على خاطرك تما عا بالغدايد وبالتخمم، مني تخصوني العائله وبقيت كنعاود لهم هادشي هذا، بقاو عليا عندك دعم شي حاجه وصبار وكذا وهادي، بدات كتبان لي عندي ما نعملش مشكل، او نرون الدنيا مع ديك الكوزينه قريبه وكذا، كانت كتبان لي اخوتي ما نعرف ندخل لديك الكوزينه مع كنشوف فيها البواط وكنشوف فيها بزاف ما يتقال وكذا، ما نعرف شنو كانت كتربج لي القضيه، وكوزينه صغيره فهمتيني، اغلبيه هما كيطيبوا بالعواد، عندهم تما شي بويطات بحال هذا كيقضيو بهم مع الايام اللي كيكون ديك اللحام ولا شي حاجه بحال هذه، الناس عاد الدار انا قلت لكم دار كبيره وبنادم عقوبه فيها، وموت على خاطرك ما كاينش اللي يتوب عليك او اللي يعاونك ولا اللي يتوب مع الحال ديالك، انت كتقطع تما خوتي والو، السجنه ولا التفتيش ولا اداره السجون ما تشتاش دخلت تما، والناس اللي كنصحتيهم كيقولوا واه محمد ما كتدخل لا اداره السجون هنايا او شي مسؤولين كبارين من الرباط، والو هاد السجن هذا هيدا هو، حتى الدراري دوزان كانوا معايا تما مساكن ساكنين ولاد وزان، وكيعرفوني وكنعرفهم وكيعرفوا الطبيب محمد، محمد بن الحاج مكنف الطبيب مدينه تطوان، كيعرفوني مزيان وكيعرفوا دوزوا معايا في اي اتجاه في اي مكان في حباسات اخرين، ودوزوا معايا في وزان كيعرفوا شنو واقع، وكيقولوا لي هذا الحبس هذا محمد زعما فس هنايا، حنا ولاد بلاد ملي كنتحاكموا كيجيبونا لنا ونتحاكموا ما كرهناش نمشيو بحالنا من هنا، كنتهزوا لحباسات اخرين باش نعيشوا ونلعبوا الكره وطريني ونقراو، هذا الحبس هذا هو، قلت لهم شنو من الحبس هذا الحبس باقي من الاستعمار، هذا بقى من الاستعمار، وزن باقي من ايام الاستعمار، بنادم هنا كيتقطع على خاطره، ما كاينش اللي يتم الحال ديالك، ما كاينش اللي يعاونك، ما كاينش اللي شي حاجه، المهم بنادم تما كيموت، فهمتي يا خوتي؟ هي هذيك بديت كنفتش خاصني كذا، عملت هاد الولد هاصو شي الدراري كيجيون عندي، وكاين واحد ولد مكناس راجل كبيبر وكذا وهادي، هو كيدور في الحبس وكذا، وكاين واحد جوج اخرين هادو ما هما الشمشامه ديال هاد الحبس هذا، كاين واحد كيعيطو العوينه، وكاين واحد جوج اخرين كيدورو بالحبس الا كانت شي حاجه قبيحه باش كيوصلوها للمسؤولين، وحنا ديما كنتفاداو هاد الناس بحال هادو هما، كيما يوقع لنا شي معاهم شي مشكل، اولا ناديو شي واحد، اولا نصدقوهم نرزيو شي واحد واخا داخل الحبس، حنا عاملين الحساب ديالنا وكنفشو على الناس اللي هي هاديك، بقينا ماشيين معاهم ضربه ضربه، واحد النهار هما يدخلو واحد عشيور ديالي عاود، عقوبه عاود، يالا جيت انا ضايل لا ضرب شي شهرين، كيدخلوه مصطفى عاشور
طاب هذا يساوي 10 نجيم بيه. كان معايا في الشاون، كان معايا في طنجة، ومن طنجة داوا دارين وادلاو، من وادلاو بوبري عاو كيقلبوا بيه كيجيبوه بوزن. تا كيدخل عليا واحد النهار تما بقيت عام صدوم بحال هيدا، محمد كدا هادي، قلت له شتي كنت مبحر وماجي، وهذا الحبس التخيم هذا شي وزن. قلت له هو الحبس مصطفى اللي عاد ضربه بجوج صح، هذا هو الحبس اللي بنادم عادي ينسى فيه الايام ديالو اللي عاش واللي تفشاح واللي تاب ولا كدا، وهو هذا دوزن. بقى كيضحك مسكين. مع دخلوا واحد البيت وقفت معاهم، مشيت عند المسؤول قلت له هذا من العائله، قال لي هاتوا محمد عمري نساها هذاك رئيس المعقل، عيط لي لا غدا، واخا دخلنا هاد الولد هذا دخل نوطعو ولا غدا جان عندي وقال له عيطوا لي التطواني جيت عنده. وهو مسكين هيدا ديك قاسم السبع كيهضر بحال هيدا ولا مع بيرو، قال لي شو محمد اوليدي هذاك اللي جا البارح اللي عينو خضر، انا هادو ما راه خاطر كان راه الدراري ديال تطوان، هذا راه جابوه وما جيت تعذيبي من حبس، هذا راه داك الشيء اللي على بالكم وديك الشيء اللي كداو، هذه راه بوزن ما كاينش برا ما كاينش. وانا عرفتو علاش كيهضر، قلت له با قاسم انا خاطيني من داك الشيء هذاك، انا الغبره ما كنحملهاش وما كنحملش اللي كيعملها واللي كيبيعها، ما كنحملش هذا الشيء هذا با قاسم، وانت عارفني مزيان انا فعلا مبلي بجوانات ومبلي في حاجات اخرين. اما قال لي كيف تما قدام يا محمد ديك الشيء راه ما كيدورش بوزن برا، قلت له با قاسم هذا الشيء هذا انا ما كنتفقش عليه وما كنعرفوش، حتى هاد الولد هذا صاحبي اللي جا راه ما كيعملش هاد الشيء هذا وما كيتبعش هاد الطريقه هذا، وحنا باقيين معاك هنا وعاد عرف اللي كاين كامل. ملي جابو مصطفى عاود بدينا كنتجمعو تما، وهو كان محكوم ب10 سنين وضارب فيها، وانا عندي 20 سنه ديال الشيش، هاص عنده 20 سنه ديال الشيش، شاكيب عنده 10 سنين، وبزاف ديال الدراري من تطوان تما عندهم 5 سنين كاين 4 سنين، كاين عبد العالي الفاسي، كاين بزاف ديال الدراري صحابي ولاد فاس ولاد الحسيمه، اي قنت لي عقوبه دازو معايا في الشيش ندير وزن كيعرفوا هاد النزيله هادية، وبزاف ما يتقال اخوتي وسمحوا لنا بزاف. وهذا الشيء هذا ماشي الافتخار، كنقول لكم اخوتي اذا بنادم يرد باله بعض المواقف كنطيحوا فيهم داخل السجون، بنادم كيبقى يتمنى الموت على الله سبحانه عز وجل ما بغاش يقتلنا، والله الا تمنينا الموت ما مره ما جوج، وبغينا نقتلوا راسنا ونتاحوا من الدنيا ما عندنا ما نعملوا فيها، يمكن كنا كنقولوا البلاصه ديالنا ما كايناش مع هاد الناس ومع هاد العباد غنعيشوا معاهم. وهداك والله طولنا في العمر ديالنا توصلنا لهذا الوقت هذا، كنعاودوا لكم وكنقولوا للشباب المغربي ردوا بالهم اخوتي، ردوا بالهم من الحبس، حبس ماشي الافتخار، ما كنفتخروش بالحبس، وما يمكنناش نقول لكم شي حاجه اللي ماشي هي هذيك، بنادم يرد باله المخزن كيبقى مخزن، والمخزن ديما غلب اخوتي، ما يبقاش يقول لكم شي واحد راه عملنا ولا صنعنا، المخزن ديما كنغلب علينا ولو ندخل السجن، ولو كنا حنا كروسيس ومعروفين على المغرب كامل معروف فلان وفلان وفلان، ما نبقاوش نفتخروا ما كنفتخروش، وديك الشيء ديال الشيء ما عندي ما نعملوا به، حنا كنقولوا اللي كاين، وهذا الشيء هذا كيبقى المخزن كيبقى مخزن، مجنون كيبقى مجنون، وبنادم نقولوا للشباب المغربي يرد باله من الحبس، راه الحبس قبيح، ودابا كثر، دابا يرد باله دابا زاد كثر، ويرد باله بزاف، وسمحوا لنا بزاف اخوتي المغاربه، وعاش الملك.